فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم على عنوانين مهمين قوي في الميتابوليزم. معاكم دكتور محمد فايز. العنوان الأول هو فود انتيك، والعنوان الثاني هو السمنة أو الأوبيزيتي. في العنوان الأول فود انتيك لازم نعرف المراكز اللي بتتحكم في الفيدنج بالنسبة لنا. يعني أنا دلوقتي عاوز آكل، يا ترى الأمر يجيلي منين؟ أنا كلت وشبعت، برضو مين اللي يحسسني بالشبع؟ في البداية هنتكلم على تو سنترز مهمين قوي. سنتر فيهم مسؤول ان انت تاكل، هو الفيدنج سنتر، فيدنج. والسنتر التاني هو المسؤول عن الشبع، ساتايتي سنتر. خلي بالك من نقطة مهمة، ان الاتنين دول موجودين في مكان اسمه هايبو سالامس، وعايز اعرفك المكان ده موجود فين بالظبط. احنا اتفقنا قبل كده ان الكورتكس، وده قشرة المخ، بيكون موجود تحته مجموعة انوية نيوكلياي متبعترة، الدوائر السوداء اللي انا رسمها. الدوائر السوداء دي اسمها سالاماس، وده سكرتير الكورتكس، يبعت اي حاجة الى المدير. زي ما السكرتارية انواع علاقات عامة ادارة، نفس الكلام السالاماس سكرتارية، يعني احساس عايزين نبعته للكورتكس، يبقى سنسوري. طيب في حركة معينة عايزين ننفذها، يبقى موتور. بس كلامنا النهاردة مش على السالاماس، كلامنا على نيوكلياي موجودة تحت السالاماس، اهي الدوائر الزرقاء اللي قدامكم. الدوائر دي تحت السالاماس، فهنسميها اسم مهم قوي، هايبو سالاماس. معلومة عامة على الهايبو سالاماس قبل ما ندخل في موضوعنا. الهايبو سالاماس نيوكلياي ليها أدوار مختلفة، هنعرف فيما بعد في الغدد في تالتة طب نظام جديد، ان الهايبو سالاماس يتحكم في نشاط الغدد، يبقى ليه اندوكراينال فانكشن. اقول لك حاجة مهمة، منظم الحرارة في الهايبوسالاماس، وده هنقوله في فيديوهات الميتابوليزم، مهمة قوي. كمان هايبوسالاماس بينظم الاكل والشبع. النهاردة الهايبوسالاماس هو اللي بيحدد تنام امتى، يعني ليه وظائف متعددة. ده هو اللي ينظم كمية المية في جسمك قد ايه. طيب نرجع لموضوعنا، فيدنج سنتر في انهي نيوكلياي في الهايبوسالاماس؟ موجودة في اللاترال نيوكلياي. خلي بالك البداية هو المكان اللي هو السايت. كل سنتر من دول موجود فين؟ طيب موجود لاترال. طب يا ترى لو اشتغل بزيادة يحصل ايه؟ ولو وقفناه تماما يحصل ايه؟ فنقول احتمالين دلوقتي. اول احتمال اوفر اكتيفيتد، علامات البلس الكتيرة معناها نشاط زايد للفيدنج سنتر. ما انت كل ما هتاكل اكتر بتتفجع، حتى يجي يقولك كلمة جميلة قوي، هايبر فيجيا. كلمة هايبر
زيادة. وكلمة فيجيا حتى جاية من كلمة فجع، يقولك مالك مفجوع قوي كده ليه؟ يبقى شهيتك زيادة عن اللزوم. طيب، طب ولو احنا وقفناك علامات الماينس عملنا لك انهيبيشن، ايه اللي يحصل؟ تخيل مركز الاكل عندك مش شغال، تتوقع ايه؟ اقدم لك الاكل تقول انا اسف انا ماليش نفس. فقدان الشهية تقريبا بيبقى سببه حاجة عصبية، يعني واحد من كتر الزعل والضيق خلاص جاله اكتئاب مش عايز ياكل خالص. ولو ان في ناس تانية من كتر القلق والهم تحط كل غلها في الاكل، وده هنقوله النهاردة. طب اذا وقفت الفيدنج سنتر هسميها ايه؟ انوركسيا. بص بقى قبل ما اكمل الكلمة، كلمة ان معناها مفيش، معناها نو. دايما في الطب حطلي ان تساوي نفي. طيب وركسيا معناها شهية، ما عنديش شهية. على فكرة كلمة شهية معناها ابيتايت. ده مهم جدا الكلمة دي تكون معروفة، انوركسيا. انت قلت نتيجة حالة عصبية، فهنقول كلمة نيرفوزا. الطب زمان باللغة اللاتينية القديمة، ودايما اللغة اللاتينية تلاقي مقطع اوزا موجود كتير قوي، دايما فيها الاسلوب ده نيرفوزا، انوركسيا نيرفوزا اللي معناها نيرفس، التوتر الزيادة والاكتئاب. لا مش هاكل، دخل في مرض نفسي. بالنسبة للساتايتي سنتر مركز الشبع موجود فين؟ العكس، ميديال نيوكلياي اوف هايبو سالامس. انا موجود ميديال مش موجود لاترال. في طريقة تخليك تفتكر المكان، ساتايتي ميديال كأني بقول لك اس مع ام، تفتكرها بكلمة سم. في حد في الدنيا بياكل سم؟ تقول لي لا. يبقى مركز الشبع اس ساتايتي ميديال، دي علشان تفتكر بس مش اكتر. طب نقول الاحتمالين برضو، اذا اشتغل الساتايتي قوي، انا شبعان جامد ماليش نفس اني انا اكل. بص بقى، يبقى نقول رقم واحد، لو اشتغل جامد الساتايتي يبقى حصل ايه؟ لا ده انا مش هاكل. طب تيجي نسميها اسم؟ فيجيا. يعني لا، وفيجيا يعني الاكل، عندي افيجيا مش عايز اكل. طب لو الساتايتي مركز الشبع وقفناه جامد، انا ما بشبعش، انا عمال اكل على طول. طب اكل على طول يبقى دخلت في ايه؟ هايبر فيجيا. يبقى الاحتمال التاني، لو وقفنا تماما الساتايتي سنتر يؤدي الى هايبر فيجيا. واضح من الكلام ان هايبر فيجيا تتكرر مرتين، مرة اذا اشتغل الفيدنج جامد، والاحتمال التاني اذا وقف الساتايتي فيشتغل الفيدنج. طلبة دلوقتي بتسأل سؤال مهم، هو ايه العلاقة بين الاتنين؟ ساتايتي سنتر يحب السكر، ساتايتي بيحب الجلوكوز، ده اللي بيشغل الساتايتي سنتر. وده بالمنطق قبل ما تدخل كلية الطب، لو السكر في دمك
كافي انت شبعان مش عايز تاكل. ايه اللي بيخلينا ندوخ؟ لو صحينا الصبح ما فطرناش ورحنا الكليه تلاقي نفسك دايخ يغمى عليك. الناس بتفوقك بعصير لان العصير كله سكريات. عشان كده هقول معلومة مهمة جدا دلوقتي. سيتايتي سنتر انهبت علامة ماينس بيوقف الفيدنج سنتر ده في حالة اذا زاد الجلوكوز. طب نفترض العكس، جلوكوز ليفل في البلازما قليل، فمش هيشتغل الساتايتي سنتر وبالتالي مش هيعمل انهيبيشن للفيدنج، ما اقدرش اوقف مركز الاكل فتاكل كتير وده سبب الهايبر فيجيا. الكلام ده في غاية الأهمية نكون عارفينه. طيب دكتور، هو مراكز التحكم في الأكل فقط فيدنج وساتايتي سنتر؟ أقول لك لا، ده في مراكز أخرى مختلفة. المراكز الأخرى اللي أنا هقول لك عليها هتعرفها بعد سنتين من الآن بالتفاصيل، هتعرفها في الاناتومي وهنقولها كمان في الفسيولوجي. البرين عندنا اربع فصوص، هتقول لي ماشي، الاربع فصوص دول منهم فص امامي اسمه فرونتال لوب، وفص جانبي بسميه تيمبورال، وبعد كده بارايتال، وفي فص اخر خلفي اوكسيبيتال لوب. انا عايز اوصل الى فكرة مهمة. اذا اعتبرنا ان ده فص في المخ اسمه بارايتال لوب، تمام، ده فص. الفص ده بيكون متصل بفص تاني عامله انا باللون الازرق اسمه تيمبورال لوب. اهو عندنا فصين، اتصال البارايتال بالتيمبورال في المكان ده بسميه اسم مهم جدا، ليمبيك سيستم. خلي بالك ان ليمبيك كلمة لاتيني معناها الحدود، ليمبس زي الحدود السياسية بين دولة ودولة. الليمبيك سيستم بيتكون من ستراكتشرز، تركيبات كتيرة. احد الستراكتشرز دول مكان اسمه اميجدالويد، ده جزء من الليمبيك سيستم. طيب اميجدالويد وستراكتشرز تانية وجدوا حاجة غريبة قوي، قالك لو احنا جبنا قطة وبوظنا عندها جزء من الليمبيك سيستم عملنا ليجن، ليجن يعني إصابة في جزء من الليمبيك سيستم، لقينا القطة دي بتاكل غطيان حاجة ساعة. ايه ده؟ معقولة؟ ازاي؟ دي بتاكل abnormal object. مين فينا يعمل كده سواء انسان حيوان؟ لا، فقالوا ده اسمه أمني فيجيا. كلمة أمني معناها abnormal، غير طبيعي، انك بتاكل abnormal object، مش عادي الكلام ده. فأثبتوا بشكل غير مباشر ان في اجزاء من الليمبيك سيستم مرتبطة بالفود انتيك، ولكن الاساسي عندي هو ساتايتي وفيدنج سنتر. ده الجزء الاولاني من الفود انتيك، مراكز التحكم.
الجزء التاني وده مهم قوي، ازاي ننظم الفود انتيك، وده عنوان مهم قوي، ريجوليشن اوف فود انتيك. خلي بالك تنظيم كمية الاكل ليه عنوانين مهمين، يا اما التنظيم لفترات طويلة long term، او التنظيم لفترات قصيرة short term regulation. كل عنوان من دول هقسمه تقسيمتين. فنيجي نقول دلوقتي مع بعض الفكرة وازاي بنقسمها، لان النقطة دي في غاية الاهمية. Factors regulating the food intake. طيب هنا دلوقتي لازم نبقى عارفين ان اللونج تيرم بالنسبة لنا هو تقسيمتين، والشورت تيرم قلنا تقسيمتين. طيب هبتدي الاول باللونج تيرم. علشان تنظم كمية الاكل اللي بتاخدها لفترات طويلة، يبقى لازم نتكلم بداية عن نيوتريشنال فاكتورز، عوامل غذائية، ودي مهمة قوي. والعنوان التاني هنتكلم على تمبريتشر، تأثير درجة الحرارة على الفود انتيك. طب نبتدي الاول بنيوتريشنال. فاكر لما قلت لك الجلوكوز اذا زاد يشتغل الساتايتي سنتر ويعمل انهيبيشن للفيدنج سنتر؟ تقول لي اه، احنا لسه قايلين الكلام ده. يبقى اول حاجة لازم اقولها في النيوتريشنال مين؟ الجلوكوز. وفي الفيسيولوجي قلنا على دور الجلوكوز ان ده نظرية مهمة. قلت ايه؟ نظرية تنظيم السكر في الجسم اسمها جلوكو ستات سيوري. خلي بالك بقى من الكلمة دي، كلمة ستات معناها منظم، معناها ريجوليتور. يعني جلوكو ستات سيوري، النظرية دي بتقول ايه؟ بتقول اللي انا شرحته، اذا زاد الجلوكوز هيشتغل الساتايتي فيوقف الفيدنج سنتر، والعكس صحيح، جلوكوز قليل ساتايتي ما اشتغلتش ما شبعتش، محتاج اشرب عصير اعوض السكر اللي انا فقدته او اكل. فدي تنظيم الجلوكوز وله علاقة بالفيدنج سنتر. يبقى دي اول نظرية. طب في سؤال مهم، هو النظرية الاولى مرتبطة بتنظيم السكر اللي هو الكربوهيدرات، دكاترة البايو قالوا لنا لا، ده الفات كمان مهم. هم بقى سألونا هل يا ترى في نظرية بتنظم كمية الدهون اللي في جسمنا؟ اقول لك ايوه، النظرية دي اسمها لايبو ستات سيوري. خلي بالك ستات منظم، تنظيم الدهون. طب يعني ايه تنظيم الدهون؟ النسيج الدهني في جسمنا بيطلع هرمون، يعني تخيل ده النسيج الدهني اللي اسمه اديبوز تيشو، بيطلع هرمون. الهرمون ده هقولك على اسمه دلوقتي، بيروح للبرين، يروح للمخ عندنا، والمخ فيه ريسبتور او مستقبلات للهرمون اللي خارج من الاديبوز.
قبل ما اقول لك على اسم الهرمون، النسيج الدهني او الدهون ليها كلمة اخرى اسمها ليبيد. يبقى الهرمون اللي خارج اسمه ليبتين. يبقى الاديبوز بيطلع هرمون اسمه ليبتين. الليبتين يروح للبرين يشتغل على ريسبتورز جواه، مستقبلات جواه. طب يا دكتور الليبتين ده بيبلغ المخ بايه؟ بيقول له حجم الدهون المتخزنة في جسمي قد ايه؟ السايز اوف فات ستورز، متخزنة دي. واقول لك على معلومة مهمة، الليبتين هو بيبعت اشارة للساتايتي سنتر، يعني تعتبر الهرمون ده اشارة او مقدمة للشبع. احنا مش عاوزين ناكل تاني، يعني هطلع من الليبتين سهم يروح للساتايتي يشغل الساتايتي. ما هو الساتايتي يقول لك انا عاوز مساعدين ليا، سكر يشغلني، ليبتين يشغلني. ليبتين جاي من الاديبوز تيشو، وده اسمه لايبو ستات. ليه سميناها لايبو ستات؟ ما هو طالما الليبتين طلع اشتغل ساتايتي وقف الفيدنج، فمش عايز اكل اكلة دهنية كمان، لا كفاية هكتفي، لان انا عايز انظم حجم الفات المتخزن في جسم، فالدهون مش عايزها تزيد اكتر. كل ما الدهون المتخزنة تزيد احتمالية السمنة هتعلى. هنقول الكلام ده على فكرة في الفيديو النهاردة. فدول نظريتين اساسيين بالنسبة لي كلونج تير. نيجي للتمبريتشر، انا عندي احتمالين. لاحظ ان التقسيمة كلها ثنائيات، لونج تيرم عنوانين، وكل عنوان حاجتين، نيوتريشنال جلوكوستات لايبوستات، تمبريتشر كولد والهوت. ونفكر بالعقل، عز البرد نفسك تاكل ولا لا؟ تقول لي طبعا كل ما اكل هدفى. فاكر السبيسيفيك دايناميك اكشن؟ البروتين بيديني 25% of caloric value، يعني في الكولد هيشتغل الفيدنج سنتر، ده يعتبر ايه؟ ستيميوليشن، علامة زائد. في البرد ناكل وندفى ونطلع حرارة، ده مهم قوي. طب وبالنسبة للهوت ويزر، دنيا لما بتكون حر الفيدنج سنتر ما يشتغلش. حتى الدليل على الكلام ده في عز الصيف تلاقي الناس يعني حماسها او شهيتها للاكل اقل، ده مهم قوي، تلاقي فيه شوية فقدان شهية الى حد ما مقارنة بالشتاء. طيب كده قلنا اللونج تيرم ريجوليشن، عايز اتكلم بقى على الشورت تيرم. الشورت تيرم تقصير اللي هو تأثير قصير المدى سايكولوجيكال، ده اول حاجة هقولها. العامل النفسي مهم جدا انك تاكل او لا. قلت لك في بداية الفيديو الناس انواع، في واحد يحط همه في الاكل، لو في حاجة مضايقاه ياكل كتير قوي، وفي واحد يفقد الرغبة في الاكل. عشان كده السايكولوجيكال فاكتور تأثيرها فاريبل، متغير من شخص للتاني. ممكن تزود
او تقلل الفيدنج سنتر، يا تشغله قوي يا تقلله قوي. طيب الفاكتور التاني في الشورت تيرم ليه علاقة بالجهاز الهضمي، اليمنتري، اليمنتري اللي هو الجهاز الهضمي بتاعنا. تعالى نتخيل الاليمنتري ده بدأ من اول الماوس، السلايفا، اول ما تحط الاكل في بقك الريسبتورز المستقبلات اللي موجودة في السنة الخاصة بالتذوق بتعمل انهيبيشن للفيدنج سنتر، توقف المركز المسؤول انك تاكل. وعلى فكرة بينصحونا من واحنا صغيرين، يقولك ابلع، امضغ الاكل كويس وبعد كده ابلعه. لما تمضغ الاكل كويس بيديلك الاحساس بالشبع، بالساتايتي سنسيشن، وده مهم قوي. في ناس بتاكل كتير مش بتشبع، ليه؟ ما بيلحقش يمضغ كويس. يبقى اول حاجة في الماوس تيست ريسبتور انهبت ذا فيدنج سنتر. طب رقم اتنين، خلاص انا اكلت، الاكل ده نزل من التنج للفارينكس البلعوم للإيسوفيجس، أنبوبة دي اللي اسمها المريء زمان، ثم المعدة اللي هي الاستومك. أسألك سؤال عادي جدا كنا دايما بنقوله من واحنا صغيرين بالفطرة، لو أنا قلت لك كل تقول لي أنا آسف ما أقدرش أكل أكتر من كده، أقول لك ليه؟ تقول لي معدتي اتملت. يبقى تاني فاكتور تفكر فيه استومك فول نس، المعدة اتملت. لما المعدة بتتملي بتبعت اشارة الى الفيدنج سنتر تعمل له انهيبيشن. هتلاحظ كل الفاكتورز اللي هتكلم عليها بعد كده شغالة بنفس الطريقة. تعالوا نوقف الفيدنج سنتر، لازم نوقفك، يبقى استومك فولنس. على فكرة النقطة دي فادتنا في علاج السمنة، ناس التخان قوي اللي فشلنا نعالجهم تنظيم الاكل او ادوية، كنا بنحط بالونة تنفخ معدتهم. البالونة دي بتدي الاحساس ان الاستومك ديستندد، ممتلئة على الاخر، امتلاء المعدة يبعت سيجنال يوقف الفيدنج سنتر. يبقى ده رقم اتنين. طيب نفترض ما عملتش كده، الاكل عدى من الاستومك الى الاثنى عشر الى الديودينم بتاعتنا. طب وهو بيعدي في الديودينم او في الانتستين رقم تلاتة، ربنا بيطلع هرمونز معينة من الانتستين. الهرمون دي انا هقول على اساميها دلوقتي، تعمل انهيبيشن للفيدنج سنتر. انت خلاص شبعت دلوقتي مش عاوز تاكل اكتر من كده. طب يا ترى اسامي الهرمونز اللي هتطلع من الانتستين ايه؟ هرمون اسمه جلوكاجون، ده هرمون. وفي هرمون اسمه CCK. طبعا السي سي كي ده هنعرفه مع فيديوهات الجي اي تي فيما بعد، ده المسؤول انه يعمل كونتراكشن للمرارة ويخرج منها البيل لهضم الدهون. خلاص حصل دايجيشن ثم
absorption. خلي بالك ان اي اكلة انت بتاخدها بتتفتت الى الرو ماتيريال بتاعتها، سواء جلوكوز امينو اسيد، لو اكلت بروتين، الحاجات دي بتعمل انهيبيشن للفيدنج سنتر يعني. والاكل في بقك امضغه كويس هتشبع مش هتاكل تاني، المعده اتملت هتشبع مش هتاكل تاني، الجي اي تي هرمونز تطلع من الانتستين من الامعاء توقف الفيدنج سنتر. كل الكلام ده في غايه الاهميه. عشان كده الطالب الشاطر يلاحظ معايا في الشورت تيرم، كل الفاكتورز غالبا توقف الفيدنج سنتر ما عدا سايكولوجيكال، الناحيه النفسيه، يا اما تزود او يا اما تقلل الفيدنج سنتر. بالنسبه لي خلي بالك في معلومه مهمه في الناحيه النفسيه دي، شكل الاكل ريحته بيفرق هاكل ولا لا. يعني في ناس تبص على الاكل من المنظر العام يقول لك لا مش واكل. حتى واحنا صغيرين كانت فينا الحكايه دي قبل ما نكبر، طب جرب جرب يا ابني وكله، لا منظره مش عاجبني، او لا ريحته ما تخليني شكله وهو بيطبخ. فدي مهمه قوي، سايت اور اسمل. كده اتكلمنا عن الفود انتيك سنترز فيدنج وساتايتي، سايت ستيميوليتد بزياده او انهبيتد. اماكن اخرى للفود انتيك اكتشفناها بالتجربه اللي عملناها على القطه ولقيناها بتاكل اي حاجه غريبه زي غطيان البيبسي، واتكلمنا على فاكتورز ريجوليتنج فود انتيك لونج تيرم، كان اتنين فاكتورز نيوتريشنال، نظريتين جلوكو ستات لايبو ستات تمبريتشر كولد وهوت، شورت تيرم سايكولوجيكال يزود او يقلل، واليمنتري فاكتورز بالتفاصيل. هنكمل كلامنا دلوقتي على عنوان تاني، هو عنوان السمنه الاوبيزيتي. ناس التخان دول يا ترى ايه تعريف الاوبيزيتي؟ ده مهم قوي. واسباب التخن ايه ومشاكله ايه وازاي هنعالجه دلوقتي. بالنسبه للاوبيزيتي علشان نتكلم بالترتيب لازم الاول نعرف ديفينيشن، تعريف السمنه ايه هو. اوبيزيتي معناها ان الفات متخزن بزياده في الجسم. يعني اجي اقول لك اكسس فات كونتنت في الاديبوز تيشو، وده مهم قوي. الفات ستورد زايد جدا. اقدر اعتبرك تخين لو البادي ويت بتاعك اكتر من 20% زيادة عن النورمال. يعني لو زاد وزنك فوق 20% عن الطبيعي ده اسمه اوبيزيتي. خلي بالك ان السمنة معناها انت بتاخد انرجي اكتر من الطاقة اللي بتحرقها. لو تفتكر معايا في اول فيديو قلتلك ان لو الانرجي انبوت اكتر من الانرجي اوتبوت، ده كان بيحصل في حالتين، اثناء النمو الجراس او الاوبيزيتي. ايوه، تخزين الطاقة اكتر من الطاقة اللي انا بحرقها. وفي معلومة مهمة لازم تعرفها، ان انت كل 9.3 كالوري من الاكل انت بتاكله انجستد قصادها
واحد جرام فات هيتخزن. خلي بالك من الكلام ده. كل واحد، كل ما تاكل اكل فيه 9.3 كالوري هتخزن 1 جرام من الدهون. كلام ده في غاية الخطورة، وهنعرف النهاردة ليه ما بنفضلش اكل الدهون، لانه يؤدي الى السمنة. هنثبت الكلام ده. طيب سؤالنا دلوقتي، ايه سبب الاوبيزيتي؟ عشان يبقى كلامك منطقي لازم تقسم الاسباب الى عنوانين كبار. العنوان الاول زاد الانرجي انبوت، انا بخزن. طب والحرق قليل، ويقل الانرجي اوت بوت. طب ندي امثلة انبوت يزيد ازاي. اقول لك اول حاجة مهمة قوي، جينيتك، الوراثة. تلاقي عيلة كلها تخان، كلهم اوبيز، اب ام اولاد، ده سبب وراثي مفيهوش كلام. الحاجة التانية وقلناها سايكولوجيكال، الناحية النفسية. انا ازعل احط همي في الاكل، اهرب من الحزن افضل اكل واكل. في ناس كده الناحية النفسية بتاعتهم كده، يبقى ده سبب تاني بيزود الانبوت. طيب عايز سبب تالت ومهم قوي، في اطفال اتولدت بزيادة كبيرة في عدد الخلايا الدهنية، increase the number of fat cells. ودايما الطفل اللي بيبدأ بسمنة من الصعب جدا تخسسه، ده سبب تالت. نقول السبب الرابع وله علاقة بالغدد، endocrinal. سبب على فكرة في غاية الخطورة، مهم جدا جدا، hypothyroidism. فاكر لما قلت لك الفيديو اللي فات غدة اسمها thyroid، الغدة الدرقية اللي في الرقبة. قلت لك ان T3 والT4 هو اللي بيساعد على تكوين الصوديوم بوتاسيوم بامب، ويكسر اي تي بي ويديني حرارة. هقول النهاردة معلومة تانية، ان T3 وT4 لو بجرعة كبيرة يكسر البروتينز، يكسره، ولكن بجرعة اقل ما يعملش كاتابوليزم. يعني T3 والT4 اذا زادوا جدا يعملوا ايه؟ بروتين كاتابوليزم، يكسر لي البروتينات اللي في جسمي كلها. طب انا بتكلم على هايبر ولا هايبو؟ تقول لي هايبو، تتكلم على حاجة قليلة. فلما يحصل العكس، T3 والT4 يقلوا، مش هيتكسر البروتين، بالعكس يفضل البروتين يتجمع جوه التيشوز، وده يدي شكل للأوبيزيتي، للسمنة. أقول لك كمان على مرض في الغدد، إذا زاد إفراز الإنسولين. يعني تخيل الإنسولين زاد قوي، كلنا متعودين إن المشكلة إن الإنسولين يقل، مرض السكر الديابيتس. لا، هنا الإنسولين زاد. تقول لي ماشي، طب الإنسولين هيأثر إزاي على السمنة؟ إنسولين دوره إيه؟ بيدخل الجلوكوز جوه السيلز، ده دور الإنسولين.
طب اذا زاد جدا يدخل السكر اكتر واكتر جوه الانسجه. تقول لي طب وايه يعني؟ لا، ما هو النتيجه هيقل الجلوكوز في البلازما، هيقل في الدم. طب طالما قل في الدم، فاكر الساتايتي سنتر مركز الشبع؟ تقول لي اه. طب هل هيشتغل؟ لا. وطالما ما اشتغلش يبقى مش هيوقف الفيدنج سنتر، فيشتغل الفيدنج سنتر جامد. طب وايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل تفضل تاكل كتير، وكل ما تاكل اكتر، كل 9.3 كالوري يتخزنوا في صورة جرام فات، ويزيد الفات استورد في الأديبوز تيشو، وهو ده تعريف الأوبيزيتي. يبقى دلوقتي كلمنا على 4 حاجات، ده أنا أقول لك كمان على حاجة 5 بس ليها علاقة إنه يقل الأوتبوت. يعني إيه أوتبوت قليل؟ أنا آكل وارتاح، آكل وانام. غلط. بتاكل اوعى تنام على طول، لازم تتحرك. ممكن في ناس تعمل اكسرسايز، وده اللي انا قصدي عليه ان هو loss of exercise. عشان كده من علاج السمنة لازم العيان ده يجري، يعمل مجهود. فين الحرق اللي انت بتعمله؟ انت تاكل وتخزن وتقعد، شيء طبيعي تضخم. لا، فلازم يلعب رياضة، دي حاجة في غاية الأهمية. طيب انا كده عرفت اسباب السمنة وتعريف السمنة، ولكن عايز اقول ملاحظات في غاية الأهمية الآن. ناس كتيرة فاكرة ان اللي بيتخن ده بياكل بشكل مكثف عن واحد رفيع، لكن هتتفاجئ، لا، مش كل الناس التخان بتاكل اكتر من الناس العادية، ده ممكن ياكلوا زيهم بالظبط. طيب يا دكتور المشكلة فين؟ هنقول دلوقتي المشكلة. المشكلة في نوعية الأكل اللي هم بياكلوها، دي مشكلة على فكرة كبيرة. يعني دايما بننصح التخان نقول لهم ابعد عن الأكل الدهني. يبقى دي نقطة مهمة قوي. Obese don't eat more، ما بياكلش أكتر من العاديين خالص. ولكن عايز اقول لك على معلومة مهمة قوي، زيادة الانرجي او زيادة الطاقة اللي هو بياخدها مع الاكل بتفضل تزيد لغاية لما يسمن. طب وبعد ما يتخن هيحصل ايه؟ يقول لك خلاص كل اللي محتاجه ان الانبوت يساوي الاوتبوت. خلي بالك من المعلومة دي، يعني أنا أفضل أخزن فالإنبوت يبقى أكتر من الأوتبوت. خلي بالك دي أول حاجة بتحصل له لغاية لما يتخن، ثم يتساوى اللي داخل باللي بيحرقه. يعني الأكل الإنجستد اللي مدي كالوري يساوي الأكل او الطاقة اللي اتحرقت. بس في مشكلة عند الناس التخان دول، الناس دول لازم يقوم من الاكل وهو شبعان تماما. يعني ايه؟ يعني ممكن ياكل بيتزا كبيرة جدا تكفي عيلة 5 افراد لوحده، ويقول لك لا انا لسه ما شبعتش. ازاي ما شبعتش؟ الساتايتي سنتر
متطلباتها بقت اعلى من العادي. يعني انا اشبع بحاجة بسيطة، اكلة بسيطة، سلايس او سلايسين بيتزا ومعاهم مثلا كنز او اي حاجة تانية، خلاص شبعت. لا، فالنقطة اللي تهمني جدا في النوتس هاي ابي ستات سنتر او هاي ست اوف ساتايتي سنتر، مركز الشبع بقى متظبط على كمية اكل كبيرة قوي علشان يقول خلاص انا اكتفيت وشبعت مش هاكل تاني. فهنا دي مهمة، الساتايتي ليه ظابطة زي الفيدنج ليه ظابطة. هنا الظابطة دي اللي هي الست بوينت بقت عالية في الأوبيز، دي معلومة مهمة قوي. في معلومة تانية نخلي بالنا منها، فاكر لما قلتلك عن الليبتين بيطلع من الأديبوز تيشو ويشغل الساتايتي سنتر إشارة للشبع، خرج الليبتين من الأديبوز، تقول لي ماشي طب مشبعش ليه؟ أصل الليبتين ريسبتورز مستقبلات الهرمون ده اللي موجودة في البرين ما استجابتش على طول للليبتين، لا كأن البرين أو مركز الشبع does not detect the leptin، كأنه satiety signal بسرعة، يعني هنا no response rapidly، ما بيستجبش بسرعة بياخد وقت. ده كأن الليبتين ريسبتور مش حاسس ان الليبتين راح له، يقوله لأ لسه انا مش شغال معاك، مش هنبعت اشارة للساتايتي سنتر. فمركز الشبع محدش شغله حتى الان، فيفضل ياكل، ودي مهمة قوي. في ملاحظة اخرى على السمنة، احنا قلنا كم ملاحظة، ما بياكلش كتير والانبوت اكتر من الاوبوت لغاية لما يدخل ثم يتساووا مع بعض، حصل ثبات في الوزن الزيادة خلاص. وقلنا ان مركز الشبع يبقى adjusted متظبط عند هاي سيت بوينت، انا ما بشبعش بسرعة. حاجة كمان، مستقبلات الليبتين ما اشتغلتش بسرعة، فالساتايتي سنتر لسه ما حدش شغله. اقول لك حاجة مهمة قوي، نوع الاكل اللي انت بتاكله يفرق. يعني اقول لك الفات، ليه الفات دايت بيتخن وبننصح بيه للناس التخان، اوعوا تاكلوا اكل دهني لانه بيعمل ثلاث مشكلات عندهم. اول مشكلة، احنا اتفقنا ان اي اكل ليه كالوريز في النهاية بتتخزن في صورة فات في الأديبوز تيشو. تخيل لو انت كلت اكل دهني يبقى انت محتاج فيور كالوريز علشان يبقى ستورد فات، يعني الفات اللي بيتخزن في جسمنا بيحتاج لسعرات حرارية اقل لتخزينه في الاكل اذا كنت واكل اكلة دهنية. طب انا لو واكل كشري، بطاطا، كربوهيدريت، تقول لك لا محتاج كالوريز اكتر علشان يتخزن الفات اكتر. يبقى مين الاسرع يعمل سمنة؟ هو الفات دايت الاسرع من اي اكلة تانية، اسرع من كربوهيدريت، اسرع من بروتين دايت،
علشان كده نقول لك الفات دايت از فاتنينج، يطخن فاتنينج تو ذا بيرسون. رقم اتنين، لو انا كلت دهون كتير يبقى الاعتماد على الجلوكوز اقل، هيقل الجلوكوز. طب يقل الجلوكوز مين يعاني؟ ساتايتي سنتر يقول لك انا اسف انا مش شغال، وطالما ما اشتغلتش يبقى مش هوقف الفيدنج سنتر، نفضل ناكل، وكل ما ناكل اكتر كل 9.3 كالوري يتخزن في صورة 1 جرام فات، فبرضو ندخل. معلومة التالتة اللي انا قلتها، هيتأخر الاستجابة للليبتين. الاستجابة متأخرة، هنمنع الليبتين انه يبعت اشارة للساتايتي سنتر، وبالتالي مركز الشبع مش شغال. فاقول لك الفات ليميت ذا ليبتين. معنى ليميت معناها يأخر من تأثير الليبتين كهرمون يسبب الشبع. لا استنى شوية، انا لسه ما شبعتش، انا مش هقوم من على السفرة دلوقتي، انا مستمر في الاكل. يبقى ثلاثة فاكتورز او كوزس مهمين يخلوا الفات دايت خطر للأوبيز، للناس التخان بالذات. طيب عايز اقول معلومة مهمة قوي، انواع السمنة. انا اتكلمت على الديفينيشن وكلمنا على الكوزس بالتفاصيل، كلمنا على ملاحظاتنا بالنسبة للأوبيزيتي وإيه هي الأسباب اللي خلت الفاتي دايت خطر للناس التخان. دلوقتي بقى عايزين نتكلم على أشكال السمنة. طبعا العنوان ده تستغرب له، تقول لي يا السمنة ليها أشكال؟ هقول لك هم قاسوا الريشيو او النسبة ما بين محيط الوسط ومحيط الهيب بون او الهيب جوينت. يقول لك ويست على هيب سيركمفرنس. على فكرة المحيط ده بيتقاس بالمزورة بالمتر. عايز اشوف توزيع الدهون في جسمك ايه. فقالوا حاجة غريبة قوي، قالوا ان الرجالة السمنة بتاعتهم او توزيع الدهون شبه التفاحة، فحنسميها كلمة اندرويد اوبيزيتي. وافتكر الاندرويد الايه مع الايه، ابل ديستريبيوشن. وقالوا ان السمنة في السيدات بيبقى شبه الكمترة توزيع الدهون، ويبقى الاسم جاي نويد اوبيزيتي. ده الكلام اللي اتقال، وعلى فكرة ده مجرد اوصاف مش اكتر. طب بس انا عايز اسأل سؤال بعد ما عرفت الانواع. خلي بالك ده النقطة التالتة في عنوان الأوبيزيتي. قلنا 1 ديفينيشن، 2 كوزس والنوتس، 3 الأنواع، 4 مشاكل السمنة المضاعفات أسميها كومبليكيشنز، مضاعفات السمنة. ليه أنا بقولك خس؟ التخن ضار بالنسبة لك ليه؟ نتكلم علميا الآن. أول حاجة، الوزن الزيادة بيحمل على الرجل،
كل ما يكون فيه وزن زيادة ده بيبقى ضاغط على رجلك، بيعمل فلات فوت. ده مهم قوي. طب رقم اتنين، الوزن الزايد بيضغط على مفاصلك، بيعمل التهاب في العظم والمفاصل. على فكرة العظم باللغة اللاتيني اسمه أوستيو، ده معناه عظم. طب والمفاصل اسمها أرثر يعني مفاصل. طيب وآيتس يعني التهاب. دايما في الطب اي حاجة اخرها آيتس يعني انفلاميشن، التهاب عظم ومفاصل. بنعتبر الشخص التخين ده بالظبط زي اتوبيس عام اللي هو الشعبي، مليان ناس كتيرة قوي، تلاقي الاتوبيس هو بيتحرك لا مايل شوية من كتر الاحمال اللي جواه. بالظبط نفس الكلام الشخص التخين ده بيبقى عنده احمال زيادة من كتر الفات المتخزن عنده، مش قادر يجري، صعبة جدا، مش قادر يتنفس، مشكلة كبيرة قوي. طب النقطة الثالثة، السمنة الزيادة او الفات الزيادة بيؤدي الى ايه؟ هتقولي ما هو كل ما يكون في فات هيخلي البنكرياس يشتغل اكتر عشان يفرز انسولين، يدخل سكر اكتر جوه التيشوز، احنا مضطرين لكده. طب ما هو كل ما البنكرياس يشتغل اكتر، هو بالاخص بيتا سيلز اوف لانجر هانز هيستهلك والانسولين سكريشن هيقل، يؤدي الى مرض السكر ديابيتس مليتس. خلي بالك مليتس قلت معناها قبل كده، ليه طعم. زمان ما كانش فيه تحاليل لليورين، ما هو السكر هينزل في اليورين، ما هو انا ما عنديش انسولين ينقل السكر، ما عنديش كاريرز تشيل السكر وتنقله للدم، فهيزيد قوي وينزل فيه اليورين. فقال لك طب ما تيجي ندوق البول ده، لقوه طعمه مسكر. فمليتس باللغة اللاتيني معناها سكر. قالوا ايه ده، اليورين جميل قوي، طبعا قبل ما نكتشف المعامل والتحاليل. طب نشوف المشكلة الرابعة. المشكلة الرابعة انه الفات الدهون دي مين اللي مفروض يتعامل معاها؟ كميتابوليك رياكشن. تقول لي مفيش غيره، الليفر، الكبد. فالفات الزيادة هيتصب في الكبد، فالكبد يبقى فاتي، يبقى فيه تخن زيادة، اقول لك فاتي ليفر. دي النقطة الرابعة. لا لسه، ده في مشكلة خمسة كمان. ايه المشكلة الخامسة؟ انا دلوقتي لما باكل اكل دهني بيزيد عندي الكوليسترول، والكوليسترول ده عبارة عن ايه؟ تقول لي ده ليبيد، ده مادة دهنية. طب بص بقى الكوليسترول هيعمل في الشخص المليان ايه؟ ده بالنسبة لنا المرارة اللي هي جول بلادر، قلناها قبل كده في الاوتونوميك. الكوليسترول يجي يترسب في الوول بتاع الجول بلادر، يترسب في الجدار ويعمل لي ستونز، حصوات. يعمل لك حصوة يسد السفنكتر اوف جول بلادر.
مش بس كده، الكوليسترول هيترسب على الوول اوف بلاد فيسل، ده البلاد فيسل. جه الكوليسترول اترسب هنا بالاحمر على الوول، كل ما يترسب اكتر يعمل لي شكل الجزر كانه ايلاند. طيب الدم داخل اهو، هيلاقي المكان ده ضيق لان الكوليسترول عمال يترسب ويدخل لجوه، فالدم ده يخبط فيه الوول جامد، وكل ما يخبط اكتر كل ما ضغط الدم يزيد بشكل كبير فيعمل هايبر تنشن، يعلي ضغط الدم. شايف مشاكل السمنة؟ مشاكل كتيرة، لا انت قادر تمشي، عظمك وجعك، مفاصلك وجعاك، مرض السكر معرض ليه، وبالاخص تايب 2 ديابيتس ميليتس. مرض السكر نوعين اساسيين، تايب 1 وتايب 2. لا انت معرض لتايب 2، فاتي ليفر، حصوات في الجول بلادر، عندك هايبرتنشن نتيجة تصلب الشريان، لان لما الكوليسترول يترسب على الوول يبقى في صعوبة ان الشريان يوسع ويضيق. تصلب شريان يعني ايه؟ اسيرو معناها ارتري باللغة اللاتيني، سكيلي روزس معناها تصلب. الوول اوف بلاد فيسل بقى عامل زي الحجرة، مش قادر ياخد حريته في التمدد. دي مشكلة. ده انا اقول لك كمان على مشكلة تانية، الكوروناري ارتري الشريان التاجي اللي قلناه في الاوتونوميك ده ممكن يتسد بالكوليسترول الزيادة. تقول لي طب ويه يعني؟ تعال نتخيل ده الهارت بتاعنا وده الكوروناري التاج اللي حوالين وسط القلب ومنزل برانشات على الوول اوف ذا هارت. تخيل لو اتسد الكوروناري، الوول اوف ذا فنتريكل هيوصل له دم اقل، يبقى قدرته على ضخ الدم بقت اقل. دي مشكله. الانسجه اللي محتاجه البلد هتدخل الان في مرحله صدمه، فين البلد سبلاي اللي جاي من الاورطة؟ اورطة يقول له انا مالي، الفنتريكل ما ادانيش بلد، والفنتريكل يدافع عن نفسه يقول طب انا برضو ماليش ذنب، ده الكوروناري ارتري اتسد، وطالما اتسد دخلت التيشوز في حالة شوك اي الصدمة، فين البلد سبلاي بتاعنا؟ يعني دي ممكن نحطها هنا رقم 6. خلي بالك كلها مشاكل. وفي مشكلة، كل ما تتخن صعب جدا ادخلك غرفة العمليات. ليه؟ انت دلوقتي في سمنة عالية، انا كجراح عشان ادخل بمشرط وافتح اشتغل انا محتاج يبقى الشخص اللي قدامي رفيع شوية، لانه كل ما يتخن هو معرض للبليدنج للنزيف اكتر. عشان كده التخين ده ما يستحملش يتعمل عليه عملية جراحية. فاجي اقول لك ايه؟ obese is less resistant to operation، ما يقدرش تدخله غرفة العمليات، صعب جدا. خس الاول، يعني موضوع انك تخس ده مهم جدا لحياتك. لا انت عارف تعمل عملية، لا عارف تمشي،
وعندك سكر والليفر بايظ والجول بلادر مقفولة بحصوات وضغط دمك عالي تصلب شرايين وكمان المخ بيوصل له بلاد سبلاي قليل، ده انت ممكن تدخل في سكتة دماغية نسميها ستروك، ودي نقول عليها كمان رقم 7. يعني الأوبيز انت في حالة لا يرسى لها، ده احنا كلنا نشفق عليك. زي فيلم اكس لارج بتاع احمد حلمي، يقول لك انا مش قادر اعمل اي حاجة، مجهود كبير لمجرد يلبس، دي حاجة صعبة جدا. طيب بعد ما اتكلمنا على الكومبليكيشنز، عايز اقول العنوان الاخير، ازاي نعالج الاوبيزيتي. فكرة الاوبيزيتي في العلاج فكرة سهلة جدا، هقولها لك دلوقتي بالعناوين علشان تبقى فاهم الطريقة اللي بنشتغل عليه. السمنة علاجها يبدأ بالدايت. الدايت لازم يكون منظم جدا، بمعنى ان انا لازم اطلب منه تاكل سلطة خضراء، خيار، الطماطم، فيهم سيليولوز. سيليولوز ده ما بيتهضمش، وبالتالي هيديله الاحساس معدته اتملت والساتايتي سنتر اشتغل. يبقى اول حاجة بالك دايت، وكلمة بالك معناها كتلة، تاكل قوطة، خيار كتير، جرجير، سلطة خضراء متكاملة، دي مهمة اوي. رقم 2 بالنسبة للدايت، اقول له اوعى تاكل اكل دهني، وانتوا عرفتوا معايا الاسباب، في 3 أسباب بتخلي الفات دايت يؤدي لأوبيزيتي، يبقى أفويد الفات دايت. الحاجة التالتة، في ناس بتعشق السناكس، الأكل بين الوجبات، بين الفطار والغدا، الغدا والعشاء، فأنا هقوله لو سمحت ما تاكلش ما بين الوجبات، in between meals. في حاجة تانية، ما تاكلش قبل النوم على طول، before bedtime، لازم وانت داخل تنام تبقى خفيف، اكل اتهضم، ينفعش الكلام ده. اول ما تدخل على النوم وانت واكل اكل كبير هيتخزن كفات او جرامز اكتر من الدهون في الأديبوس تيشو، يؤدي إلى السمنة. فدايما العادات مهمة جدا في الأكل. يبقى دول 3 طرق للعلاج. طيب مع الطرق دي أنا لازم أديلك أدوية، ميديكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت هركز على 3 أدوية. اول دواء اسمه امفيتامين. خلي بالك الامفيتامين دوره انهبت الفيدنج سنتر، يروح على المركز المسؤول عن الاكل يوقف، يقول له كفايه كفايه لغايه كده، هنفضل ناكل لغايه امتى؟ امفيتامين بيساعدك ان انت تخس. وفي دواء تاني يقلل الفود انتيك، يقلل من رغبتك في الاكل ويزود الطاقة اللي انت مفروض تحرقها، اسمه الدواء ده مهم قوي تكون عارفه، اسمه سيبيوترامين، ده مهم قوي. طيب الدواء السيبيوترامين هو والأمفيتامين، دي أدوية سحرية يعني ملهاش أي أعراض جانبية؟ لا، الاتنين دول
ليهم مشاكل بيخلوا الراجل المليان نرفس عصبي قوي وبيعلوا ضغط الدم بتاعه. عشان كده الأدوية دي لازم تتاخد بحرص تحت استشارة طبيب، مهم قوي. الدواء التالت فكرته قبل ما اقولك على اسمه، احنا مش عاوزين الفات تبي دايجستد، لانه كل ما يتهضم وكل ما يمتص هيتخزن بجرامات اكتر في الاديبوس تيشو، وبالتالي السمنة هتزيد. يعني أنا عايز أدي للعيان دواء اسمه لايبيز إنهيبيتور يمنع هضم الدهون. خلي بالك إيز يعني يكسر، وإل أي بي هو الليبيد، أنا همنع الليبيد دايجيشن. وعلى فكرة الدواء ده فعال جدا، اسمه اورلي ستات. حتى لو تأملت في المعنى، ستات منظم، اورلي جاية من كلمة دهون، منظم الدهون. فاكر اللايبو ستات سيوري ده؟ اورلي ستات، انا بقلل الفات دايجيشن اند ابزوربشن. كلام ده في غاية الخطورة. طيب تلاتة ميديكال، يبقى انا لغاية دلوقتي عندي تلاتة دايت وتلات ادوية ميديكال، يبقى ست طرق علاج. الطريقة التالتة والعنوان التالت، اذا فشل التدخل الطبي بالأدوية لابد من تدخل جراحي سيرجيكال. عشان كده الطالب الشاطر ينظم إجاباته بالترتيب. يعني ما ينفعش تقول لي سيرجيكال قبل دايت وميديكال، ما ينفعش. دايما التدخل الجراحي يجي في النهاية، عمره ما يجي في البداية. طيب اعمل ايه كتدخل جراحي؟ اول حاجة لسه قايلين لازم يبقى في بالونه ننفخها في المعده تديني الاحساس بالشبع. دي طريقه. طيب الطريقه الثانيه، قال لك في السمنه دي تتعالج بالابر. الابر دي اسمها اكوي بانكشر، ابر تحت الجلد. بانكشر دي كلمة معناها شكة وخز. أكوي العلاج بالإبر. يقولك الإبر الصينية للتخسيس. رقم تلاتة، في ناس عارفينها، شفط الدهون، ودي بتتعمل كتير. لايبو دهون، طب وشفط؟ ساكشن، لايبو ساكشن، شفط الدهون. وفي عملية على فكرة رابعة، يقول لك طيب ما تيجي نعمل تدبيس معدة، بنسميها جاستريك باندج. ولكن الجاستريك باندج دي لسه تأثيرها الصحي على المدى البعيد مش متأكدين منه. يبقى انا عندي تلات طرق في الدايت، كل سلطة خضراء. وفي حاجة تانية، لازم يمضغ الأكل كويس. فاكر قلناها factors regulating food intake، chew well، chew امضغ كويس. كل ما تمضغ كويس هتحس بالشبع، دي مهمة قوي. chew well، كل سلطة خضراء، ما تاكلش دهون، ما تاكلش بين الوجبات او قبل ما تنام، ودي قلناها لا ممنوع. العادات الغلط بطلها. تلاتة ميديكال، امفيتامين سيبيوترامين، ولكن
يخلوك عصبي ويعلوا ضغط الدم. والتالت اورليستات اللي بيشتغل كلايبيز انهيبيتور يقلل الفات دايجيشن. التدخل الجراحي ننفخ المعدة ببالونة نديك احساس بالشبع. العلاج بالابر الصينية شفط الدهون لايبوسكشن وجاستريك باندج او يقول لك جاستريك باي باس ميكانيزم. في كمان علاج نفسي وده مهم قوي في المجتمعات. الناس التخان ناس بتبص لهم بصه فيها للاسف سخريه تريقه، ايه ده انت مليان كده ليه، انت مش عارف تعدي حاجات دي. فانت لازم تعالجه نفسيا. وايه يعني هتخس؟ انت مش وحش، انت تخنت لان عاداتك في الاكل غلط، تقدر تغيرها تبقى انسان طبيعي، تعمل كل انت عاوزه، تمشي تجري تعيش حياتك زي ما انت عاوز. ففي جزء منه علاج نفسي سايكولوجيكال تريتمنت. في نهاية هذا الفيديو هفكرك بالعناوين: فود انتيك، كلمنا على السنترز، فاكتورز ريجوليتنج فود انتيك، لونج تيرم نيوتريشنال نظريتين، وتمبريتشر هوت وكولد، شورت تيرم سايكولوجيكال، واليمنتري فاكتورز كلها تقلل الفيدنج سنتر. اوبيزيتي اتكلمنا عن ديفينيشن كوزس ملاحظات مهمه جدا، اتكلمنا على انواع الاوبيزيتي كومبليكيشنز اوف اوبيزيتي السبعه، اتكلمنا عن العلاج 3 دايت 3 ميديكال و4 سيرجيكال زائد العلاج النفسي. خلي بالك في معلومة مهمة جدا، علاج الأوبيزيتي هدفه الأساسي نظبط الانرجي بالانس، لأن الانرجي بالانس في الأوبيز في خلل معين. وعايز انهي الفيديو بمعلومة أفكرك بيها مرة تانية: قبل ما تتخن وتبقى سمين قوي الانبوت بيزيد اكتر من الاوتبوت، لكن وانس اوبيزيتي استقرت از مينتيند الانبوت يساوي الاوتبوت. في معلومة مهمة في علاج السمنة، لازم يجري، لازم تزود الانرجي اوتبوت. فبنصحك باكسرسايز. دايما دكتور التغذية الشاطر يقول للمريض اللي جاي له مليان قوي ايه، تمشي على انهي نوع من الاكل، متابعة منتهى الحرص، تاخد ادوية ايه، تجري قد ايه، وبعد كده تعالالي ونقيس وزنك ونتابعك كل شوية في العيادات في ميزان يا ترى بتخس ولا لأ.